منتدى الرباط لحقوق الإنسان هو منتدى للتحضير المنتدى العالمي الذي سينعقد في الأرجنتين، وهو ينعقد بشراكة مع أصدقائنا بالأرجنتين المركز الدولي للنهوض لحقوق الإنسان اليونسكو. هذا المنتدى سيتطرق لثلاثة مواضيع ذات أهمية بالنسبة لدول الجنوب التي تمثل أنقلوا الفاعلة والمبادرة في هذا المنتدى العالمي لحقوق الإنسان. طبيعة الحال هذه القضايا تتعلق بالعدالة الانتقالية والذاكرة، الهجرة والتغيرات المناخية، وفي كل هذه المواضيع لكل هذه الدول من إفريقيا وأمريكا اللاتينية لها دورها، أولا من حيث تجربتها، من حيث ممارستها الفضلة، ولكن كذلك من حيث أنها قدمت على المستوى الدولي يعني كل اجتهادات أخذ بعين الاعتبار في بلورة معايير وقواعد إعمال هذه العدالة الانتقالية. في الهجرة نعرف بأنها كل الدول ما تسمى بالدول الديمقراطية التقليدية ولم تصادق أي دولة على هذه الاتفاقية، وبالتالي الدول التي نمثلها نحن من إفريقيا وأمريكا أمريكا اللاتينية تخضع بطواعية للمساءلة وللتقييم من طرف المنتظم الدولي، بينما الدول التقليدية لا زالت لم توقع، لم تصادق، وبالتالي هناك إشكالات من حيث حماية المهاجرين في مسارهم ديال الهجرة. فيما يخص كذلك التغيرات المناخية، نعرف من هو الذي نقول المسؤول على التغيرات المناخية وما تسببه الصناعات التي تلوث المناخ، وبالتالي نحن نخضع لهذا التلوث الغربي. فإذا نحن هذه الدول أفريقيا وأمريكا اللاتينية هي اليوم ستكون صوت واحد لانطلاقا من الرباط إلى بوينوس آيرس وما دونهما، تكون صوت واحد، صوت ضمير هذه الأمم وهذه الشعوب من أجل عدم التمييز، من أجل الكرامة، وبالأساس من أجل العدالة. الملتقى التمهيدي المنعقد الآن في سلا هو تهيئ للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان اللي كانت الدورة السابقة ديالو ناقدة في مراكش، وهي محطة للتداول في بعض كبريات الإشكاليات المطروحة في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي، اللي هنا بالنسبة للمنظمين خداو ثلاثة المحاور اللي هي محور ديال العدالة الانتقالية، أي قراءة في التجارب الدولية وأي أفق قضايا الهجرة باعتبار الإشكاليات الكبرى اللي مطروحة على المستوى الدولي، وقضايا المناخ اللي كنعرفوا الكوب القادمة تنعقد كذلك في هذا الأسبوع القادم في دبي، اللي هي ممكن نقولوا من الكوارث الكبرى التي تهدد البشرية. فمن هنا كيكون هذا الملتقى أولا لتعميق التفكير، استخلاص بعض التوصيات والمقترحات من طرف مختلف المشاركين اللي كيمثلوا مؤسسات وطنية، حكومات، منظمات غير حكومية وطنية ودولية، اللي تتقدم لهذا الملتقى ديال بوينوس آيرس في الشهر القادم على أساس الخروج بخطة طريق جديدة نظرا للتحديات اللي كتواجه حركة حقوق الإنسان، لا في منظورها لمسألة الكونية وهي إحدى التحديات الكبرى لأن لا شوية الانغلاق في هذا الباب، ولا من حيث التوظيف السياسي ديالها على مستوى العلاقات الدولية، سواء كما كنشوفوا احنا في العلاقة مع أوروبا أو كما كنشوفوا الغرب مع روسيا أو كما نشوفوها في واحد العدد، أننا رجعنا إلى التوظيف السياسي لهذه الفكرة النبيلة اللي ربما يشكل تحدي جديد على حركة حقوق الإنسان ومختلف المؤسسات المختصة.